هسه شو تفاجئنا انه كانت اكو اشاعة قوية انه يوم 8/1 راح يتوقف يعني القرار وبعد ماكو رسوم ولا شيء. زين احنا تدون بداية سنة جديدة وكانت عطلة وما شاء الله رئاسة الوزراء بين يوم ويوم تطلع عطلة. فالوادم هم يعني ما لحقت يعني تكمل وهاي. زين هو اذا القرار يوم 8/1 ليش هسه توقف القرار؟ فاحنا نناشد الحكومة العراقية انه ترجع شوية بقرارها وتطم الدي. هسه يقولون سدوا. زين كم عطلة بعطلة هاي الشهر هو الفتحه كم عطلة؟ هو 30 يوم فاتحين بعطل يمكن 35 يوم. يا عمي ما يصير هيجي. زين هسه احنا بعدنا بالقرار ما خلصان. يقول لك مسدود الصندوق ومسدود شو اسمه. اقول له انا ضحايا ارهاب. يقول له انا عندي مغذى شكل لك. احنا نطالب من دولة رئيس الوزراء انه شوية يمدد الفترة لان العالم ما لحقت وهاي الاسبوع صادف كل عطل. شوية نطالب شوية ينطون مجال للعالم. العالم سوت معاملاتها بالمرور اجوا اللي هنا القمرق يقول مسدود. وست بالنسبة الاسعار القمرك كلش غاليه. يعني هسه انا دراجه 2004 ايرانيه والله ما تسوى لها يمكن 300,000 ما تجيب. 400,000 اخذ من عندي القمرك. ايش دعوه هالاسعار هاي؟ اللي نعرفه القرار انت يوم 9 بالشهر 9/1 حسب قرار مدير المرور اللي قال فتح دي شهرين على مدى السيارات اللي ادوات والسيارات اللي معلايه. نعم. فالباحه جينا انا بالنسبه جاي من العماره الله شهد طالع من 4 الصبح ضباب وطريق وخطوره وازدحام. لزمنا سر هنا اول شيء الباب بالتسعة ونص الله ينفتح. بعدين تفاجئنا لزمنا سر على الصندوق جوا. المدير جانا قال يا بتبلغنا امر من بغداد توقف القرار. تفاجئنا احنا بعدنا 4 أيام 5. زين صادف عندنا يوم 25 بالشهر مال عيد المسيح صار يوم عطله. عطله مال الشهداء اول بارحه. عطله مال 3/1 هي مو عطله. هذه مال 2/1 مو عطله. هم تفاجئنا بيوم عطله. المفروض يعوضونا بدل ما يعوضونا هم قصونا 4 أيام 5.